السلام عليكم داخل الوطن وخارج الوطن خوتي الحباب والجيران. ان شاء الله هذا الفيديو واحد السيد راك تعرفوا هو الياس اللي كمشى معايا وحنا القنصليه اخوتي باش عدلوا لنا باسابورتي ولا كارت، ودابا ان شاء الله راه هو معنا باش يوريكم اخوتي باللي الحقيقه في الدقيقه وكل شيء الله. ومسكين ما عندوش الصحه، هذه اول حاجه. بنادم اللي عنده شي صحته عنده ربي وعنده رداد الوالدين معاه، ودابا ان شاء الله جا بوبري باش يوريكم باسبور ولا كارت اللي كنخرج له. وطلب منكم بوبري واحد مساعده اخوتي، الناس اللي كتحس بواحد عايش في الغربه ما عنده صحه ما عنده والو. باسبور الاول الحمد لله اخوتي، هو يوريكم باسبور ولا كارت اللي كانوا ضاعوا له وعدلناهم في قنصليه. باسبور اخوتي كيف ما كتشوفوه باسبور جديد. ها هو يوريكم لا كارت، ها لا كارت جديده اخوتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين اخاي الياس؟ نهار كبير ياك اخاي الياس. باش كنعرفك مرضي الوالدين قسما بالله عاد شبرتي باسابورتي ولا كارت وجيتي عندي باش توري الناس باللي عارف الحقيقه الدار. عاد باش الناس كيشوفوا هذا الفيديو هذا واللي كيضحك كيوصل، فهمتي؟ بنادم خصو يشوف هذا الفيديو هذا ما يضحكش، فهمتي؟ ودابا انا كنطلب مع هاد المحسنين يعاونوني لله في سبيل الله، فهمتي؟ هذاك الشيء اللي عاونو انا ما كنسعاش وما طالبش سعايا لعباد الله. انا كنقول الدرويش يعاونوني وشي دريد الحومه ديالي كيضحكوا. علاش كيضحكوا؟ الحمد لله كثر المغرب بالصحه ديالي، جيت لهنا انتمو كتشوفوا الحاله ديالي، ما كاين اللي يتخبع، فهمتي؟ تشوفوا الحاله ديالي واللي شاف فيا اشوف ربي، فهمتي؟ اشوف في هاد العبد هذا، شوف هاداك الشيء اللي يديرو في يد الله. الدار ديالي ما كخرجتش معوض مع ديك الطاحيله، طحت ودارو لي عمليه في الدار ديالي، الصوت مشى لي وزادو خرجوا عليا في الطبيب، وكنت خمس شهور وانا في الطبيب. كنت واحد الطبيب داوني واحد الطبيب اخر، وداك الطبيب اخر الحمى هاكا يعطيوني باستياس وهذا، زيد الحاله ديالي زادت تعثرت، فهمت؟ ايوا الحمد لله حنا في يد الله ورضات الوالدين معنا واقفين الحمد لله. ومسكين متداو عندك سبيطار الحماق، علاش؟ هو قوت ما عندوش اخوتي اللغه، ما عرفش مسكين في عيد الدواء بالعربيه تعرف، ما خصوش يبقى في الزنقه. علاش؟ مرت لي عنده بوبري ما يقدرش يبقى في الزنقه اخوتي، والله ما يقدر يبقى في الزنقه بوبري، وكيطلب مساعده من الناس اللي كتحس بالدراويش واللي كتحس بنادم مسكين اللي ما عندوش صحته. ورا عيطوا لي واحد جوج الناس الله يكثر خيرهم، بعدا كنسمعنا الصوت ديالهم بلا ما سردوا لي ولاده، كيبحال لي سردولي، فهمتي؟ كيبحال لي سردولي وانا بغيت نسمع الصوت ديال الناس وهذا باش كنرتاح، فهمتي؟ الله يرحمكم الوالدين اخوتي، ما تخسر والو، عاد جابوا لنا المال ديالو في سكريبسيون اخوتي، وعيطوا له ما كيطلب والو، كيطلب من الناس اللي مساكن واحد مساعده من الناس دراويش قسما بالله اخوتي. الغربه صعيبه باهي صعيبه، بنادم ما كانش عنده صحته اخوتي. واحد الدراري كنت معاهم في الجيه ديال بندري ولاد الحوم، قعدت معاهم كلهم يوصل داو لي الحوايج ديالي كاملين، وصدقوا ضربوا من يدي. ها هي شوف اخوتي لا صحه ني والو، وهاد الضربه فين يا اخوتي؟ فلوس، وانا الحمد لله ما بغيتش نولي نتلاقى مع ناس د الحومه، ناس د الحومه والو تاع علاقه، فهمتي؟ وبور اللي كيبغي يقول لكم اخوتي بغى زعما يتلاقى مع الناس الحومه ديالو بالعربيه باش يقدر يعاونوه وكيعرفوا ولد البلاد. بالعكس شنو يعملوا له؟ ها هما ضربوه هني الدور الياس، هو اقسم بالله ضربوه بني الدو اخوتي وداو له الحوايج ديالو بوبري، وعندو مسكينات وما كتشوفوها العود ديالو. واش غنقول لكم اخوتي ام حسين؟ كنقول لكم القلب ديالكم الله يرحمكم الوالدين اخوتي، راه كطالب منكم هاد الطلب هذا اخوتي، ما طالب والو. وغدا عندي اسوسيا ما نعرفش، هاد اسوسيا بالعربيه تعرف اخوتي هي اوتيل، اما الزنقه واما يزيدوني ما عرفش. كنت واك سيمانه ومي قلت لها سيمانه خصك ترجع عندهم عاود يزيدوك، لو ما يزيدوكش هو ماشي على يدك، ما عندوش الصحه اخوتي كما كنقول لكم كما نعاود.
نحلي ديال الزنقة، ما عندي فين نمشي للزنقة، لا مشيت للزنقة بحال وقع لي شي حاجة، وهاد المرض هادي زيد تأثر فيا فهمت، ولكن ما صبرش. انا قلت لهم مرة اخرى، قلت لهم خرجوني الزنقة خسر راسي، ما بقاش معذب في الدنيا العباد الله، ما كدير لي في الديار فهمتي، غادي كنخرج بوردة الله وردة الوالدين، هادشي اللي كاين اخوتي. ودعموا النص هذا اللي ضربتي انا، كيفاش ضربتي يا اخي اليس؟ ضربتها بوردة الوالدين وربي وقف معايا الحمد لله. ومسكين مرة اخوتي قسما بالله كنقول لكم اخوتي، كنمشي نتجمع كاين عم محسن اللي كيتعاونوا معاه مساكن، هانتوما عارفين اخوتي، انا كنقول لكم ونعاود لكم، الصحة هي كل شيء، لا في الغربة ولا في المغرب ولا بلاصة. وطالب منكم طلب صغير اخوتي، عيطوا الياس او بدو طلب منكم، هيدا الياس ولا ماشي هيدا؟ الله يرحم اللي عيط ليه، الله يرحم والديه، الله يكثر خيره، ولا يعطيني شي حاجة كيعطيها للفيد الله، باش يعطيني الحاجة ويقول لي رانا عطيتك ما يعطيهاليش حسن. هاد السيد راه ما كيكذب، ما كينافق، ما ضربش اوروبا باش يجي يسعى، هذا طالبكم في سبيل الله اخوتي، واللي بغى يتعاون معاه ربي يشوفها له. وطالب مساعدة من عند من؟ عند دراويش، ويدير شي حاجة كيديرها الله، ما يديرهاش ويجبدها عليا فهمتي. كيقول لك عمل الخير ونساه. عمل الخير وليضحك كيوصل. هو بوري بدو كيقول لك زعما دابا مشى عيط له شي حاجة، عمل شي حاجة ولا كان عيقولها، أي خليها الخاوة ديالها كيطلب بوبري، خليها عنده، ما طالب والو. طالب أخوتي من عندكم واحد مساعدة، راه هو عربي في الغربة وما عندوش مسكين الصحة، وكيطلب من الله وشاور فيه رضا الوالدين. وهذا الماط كما كنقول لكم نعاود لكم، هذا الماط هذا والله ما يقدر يبقى مسكين في الزنقه، ما يقدرش يبقى في الزنقه بوبي. ايوا اخوتي الله يرحمكم الوالدين اللي تعاون، ربي راه يعاونوه. وشي تحيه خاين للناس كاملين اخي الياس، كنوجه للدراري كاملين اللي في الغربه الله يسهلهم، اللي داخل المغرب واللي خارج المغرب الله يسهلهم، باش ما كيتمنى ربي يسهل عليه فهمت. انا ما كنحسد حتى واحد فهمتي، الله يعطيك اللي عنده الله يزيد، واللي ما عندوش الله يعطيه. الله يعطيك اخي الصحه ويعطيك شي معاونه مع عند الناس اللي مساكن كيتاسفوا. كاين الناس اللي كتاسف قسما بالله اخي الياس، كاين الناس بزاف كتاسف، وكل شيء الله والحمد لله. باسبور وريه لهم الياس مره ثانيه، ابعدك باسبور الاولاني الله يرحم الوالدين اللي تعاون في القنصليه، انا شفتهم اخوتي ماشي قنصل، قسما بالله باسبورتي هذا راه عامل 100 الاورو اخوتي، ولا كارت عامل 100 درهم، راه هنايا 110 الف فرانك. وعاد القنصل ما شافوش، غنقول لك الخاوه ديالي، قال لك الله يعاونو بحقين الناس اللي كتحس كما كنقول لكم نعاودكم، شافوه مسكين تحت قسما بالله، كل واحد كيضرب في يدو في الجيم كيجبد كيعطي واحد البركه باش يعدل الباسابورتي ولا كارت. هيدا ولا ماشي هيدا الياس؟ الله يكثر خيره، ملي عطاني شي حاجه الله يكثر خيره. والسلطات ديالنا اللي كيقول لك في القنصليه هما اللي خصهم يتعاونوا معاه كوبري. المهم مشيت جبت باسابورتي تلقيت مع القنصل، الله فيا وهبط فيا ما شافش حتى فيا. علاش عرفوا هو اللي جا لهنا يعاودوا عاونوه مساكن الناس؟ هذاك اللي عاملين لهم كامل الكاميرات فهمتي، شافك بدا كيضحك ياك، حيت طلع فيا وهبط فيا. ايوا انا نقول لك قنصل تحيه لك، ما تيجا الحمد لله دراوش تعاونوا معاه، ما ديك الضحكه ديالك خليها غير راسك بالعربيه، تعرف عندك فلوس وما عايشي مرتاح مع راسك، بيبا دراوش وسعداته اللي عمل مزيان، وسعداته اللي عملها مزيان الخي ديالي. وشي تحيه من هنا يا خوتي من طنجة نقويرة من اسبانيا سكندينافيا، كما قلت لكم طالب مساعده منكم، وان شاء الله هذا الفيديو غيكون النمره ديالو في سكريبسيون، دخلوا سكريبسيون عجبروا النمره ديالو، واللي يعاونوا ربي يعاونوا. تحيه لكم وعندي عزازين، وما تنساوش الياس النمره ديالو عندكم في سكريبسيون، وشكرا بزاف. واخوتي هذا هو الفيديو اللي كان، اخوتي علاش خشب الباسبور لاكار ديالو الياس، وجا عندي بوبري باش يوري الناس اللي تعاونوا معاه، هادشي راه حق ماشي كذوب. واش غنقول لك قسما بالله، لا كيطلب من ربي، كيطلب من ربي، والدراوش اللي كيحسوا بنادم اللي ما عندوش صحته في الغربه راه صعيبه، شي معاونه شي مساعده عيطوا له مسكين وتعاونوا معاه.
ربي يعاونكم، رجعوا له الضحكه ديالو كيما جبر الباسبور ولا كارت. دابا بوبري هو فيك يخمم اسيسنتا سوسيال اللي عطياه سيمانه في اوتيل، عاود خصهم يرجعن عندهم. واش يجدوا له ولا ما يجدولوش؟ حقينا الدراويش اللي كتمنى من هذا بحال هذا تعاون.